أهلا بكم. قصر للمؤتمرات في الجزائر بقيمة 10 مستشفيات مجمدة هو عنوان حلقة اليوم. الرئيس قد يبدو العنوان غريبا ومحيرا وحتى صادما، لكن بحسب موقع ألجيري فوكوس فإن قصر المؤتمرات الفاخر الذي دشنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس بالجزائر العاصمة كلف بحسب مصادر متطابقة ما قيمته $500 مليار، أي $500 مليون، أي ما يعادل قيمة 10 مستشفيات، قيمة كل واحد منها بمواصفات عالمية نحو $50 مليون لكل مستشفى. اللافت أن كثيرا من مشاريع المستشفيات تم تجميدها في البلاد بسبب التقشف، بينما يتواصل إغداق الأموال على مشاريع أخرى مثل هذا القصر، قصر المؤتمرات بقيمة، وكذلك بقيمة أكبر مثل مسجد الجزائر الأكبر الذي يتردد أن قيمته قد تصل إلى نحو $3 مليارات. لمناقشة هذا الموضوع معنا بداية عبر خدمة سكايب من الجزائر عبدو سمار، مدير موقع ألجيري فوكوس. عبدو سمار، كتبت على هذا القصر، قصر المؤتمرات، تقول بحسب مصادر متطابقة قيمته $500 مليون، مشروع قديم، وتشير كذلك إلى تحقيق أجريته قبل العام الماضي أنه تدور حوله شبهات فساد كذلك، $500 مليون، وتقارن بين مشاريع مماثلة في مراكش، قصر المؤتمرات $120، في مادز في فرنسا بنفس المواصفات €70 مليون فقط. جمال، شكرا للانفيتاسيون تاعكم، وتحياتي لكل اصدقائنا في المغاربيه والجاليه الجزائريه في الخارج، وكل الناس التيليسبكتاتور والجزائريين ما يشوفونا وحتى غير الجزائريين. اخي جمال، هو السعر ضخم بالبزاف، السعر ضخم بالبزاف لانه كيقارننا مع مشاريع اخرى، يعني تاع قصور تاع دوتر بالي على ليترونجي، لاحظنا باللي لو بري فريمون فريمون اكزاجيري بور نو با دير سير فاكتوري، يعني في اونتر كيمي. واش معناتها؟ معناتها لو كان ناخذوا على حساب لي بيزوان تاع الجيري، ونشوفوا باللي هذا القصر علاش ديرو، نشوفوا باللي كنا قاعدين نشوفوا قصر معارض بالسعر يكون اكثر واكثر. السؤال المطروح، هل البرلمان الجزائري دار كوميسيون بارلمونتير وراح فيريفيا كيفاش ال 500 مليون هذو كيفاش استعملوا؟ ما عندنا حتى يعني اوكين ترونسبارونس، يعني ما عندنا ما نعرفوش مين باكوم البودجي هذا اللي راه ديبونسي. ثانيا، وهو المشكل تاع اليوم، دوك القصر هذا وتبنا وراه محلوه وحاجه مليحه، يعني نقدروا نقولوا احنا كدوله مليح يكون عندنا قصور كيما هذو، ولكن كاين لا استراتيجي بول رونتابيليزي. ها عندنا استثمار تاع 500 مليون، هذا القصر ما راح يجيب لنا خدامين، ما راح يجيب يعني مناصب شغل كبيره، ما راح يصنع لنا كاش صناعه جديده، ما راح يمكن ينقصوا لي زامبورطاسيون تاعنا اللي راه بالملايين تاع الدولار. احنا اليوم رانا في ازمه اقتصاديه، ما نعرفوش لحد الحكومه الجزائريه ما عطاتناش يعني كوثيقه اللي تقول لنا فيها كيفاش القصر هذا راح يربح دراهم وراح يخرج وراح يجيب نمو اقتصادي للجزائر. دونك هذا السؤال المطروح، يا هل ترى درنا قصر باش يجيبوا سي بوتفليقه يدير له نيغوياسيون وكما يقولوا نزوخوا على الناس نزوخوا على الشعوب، وقلنا باللي عنده الاكل لا بلو كرون صاد دو كونفيرونس في كاع القاره الافريقيه، هل درنا باش نزوخوا على الناس ولا عندنا فيتاب ستراتيجي ايكونوميك؟ اليوم دابا على حسب المعلومات اللي عندنا هي اوكين استراتيجي، ما عندهم اوكين استراتيجي. داروا هذا القصر، هذا القصر باش يمشي باش ندخلوا به دراهم، لازم نكون عندنا نكون عند دابور يكون الاقتصاد تاع الجزائر يكون اقتصاد مفتوح، ثانيا تكون العاصمه الجزائريه الجي تكون يعني على تيغ لي انفستيسور، ولا نديروا فيها يعني مناسبات دوليه. حنا ما عندناش بزاف مناسبات دوليه. باش نكمل بك خويا جمال، المشكل والخوف وراه انه حنا في وهران درنا قصر معارض فوق شكل قليل اللي جاي قدام لوتيل ميريديان باش نفكركم، وهذاك القصر سقط لنا كيف كيف براتيكمون $500 مليون، وصارت معاه مشكله مع بين سوناتراك وشركه اسبانيه، وشركه اسبانيه ربحتنا في الاربيتاج انترناسيونال وخلصت لها واحد لونتون تاع $100 مليون. اليوم هذا القصر اللي بناوه في وهران واش راهم يديروا فيه؟ داروا فيه لقاء واحد على الغاز، جاوا الناس كاع الدول الغازيه كان مليح، مول اللقاء هذا راهم يديروا فيه الصالون تاع ماتيريال سكولير، صالون تاع ليدوكاسيون، يعني دي بوتي صالون، يعني مناسبات صغيره لما في حتى اقتصادي. ولكن البارح كان بالنسبه للوسائل الاعلام الحكوميه وحتى المواليه الخاصه الاذرع الخاصه كان حدثا كبيرا، حتى رمزيا
الرئيس بوتفليقه يدشنه احدى القنوات الاذاعه الاعلاميه تقول يفاجئ المعارضه ويحضر بتلك القوه وهو يدشن ويدحض كل الذين يتحدثون عن صحته، وانه مفخره للجزائر، اكبر قصر قاعه مؤتمرات في افريقيا، والجزائر ستحتضن مؤتمر الاوبيب وغيرها. خويا جمال، دوك الوسائل الاعلاميه يعني تاع الدوله تاع الجزائريه العموميه، حنا شفنا حتى في لاكارت بيومتريك، يعني حتى في البطاقه الوطنيه البيومتريه، يعني هي بطاقه وطنيه حاجه يعني ما عندها حتى حاجه اكسترودينا، يعني دول من افريقيا السوداء، احنا دول فقيره داروا لاكارت بيومتريك، على جبر هذه البطاقه الوطنيه البيومتريه جابوا حكومه كاع راحت لامبريمينيا اوفيسيال وداروا يعني سيريموني كبيره وزاخوا وهضروا يعني كانه رحنا القمر. هل نحن نعرفوا بلي صحافه لا بريس دو ريجيم يعني صحافه النظام، هي صحافه النظام وصحافه السلطه ماذا بها تنفخ وتكبر باش تنسي الجزائريين الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية والأزمة السياسية اللي رانا فيها. دونك هذه الصحافة ما راهيش معيار، سوني با اون ريفيرونس. اليوم حنا الأسئلة اللي نطرحوها، بوركوا يا با او دونكيت، لماذا ما يكونش هناك اليوم اون انكيت بارلمونتير وين يفهمونا كيفاش الدراهم تصرفوا في هذا القصر. ثانيا لو بلوز اورجون اليوم، باسكو القصر هذا تبنى خلاص والشركة الإقصانية تبناتو خلاص، هنا باش نروحو نهدموه ما نقدروش نهدموه. حنا لازم اليوم نديرو اون استراتيجية جديدة اقتصادية، اون استراتيجية يعني استراتيجية اقتصادية باش نقدروا نعاودو ريكيبيريو دراهمو، لأنه في الأزمة الاقتصادية تاع اليوم وين ريزيرف تاع الجيري نقصوا وين رانا في أزمة وين موني الجيريان نقصت اكسيتيرا، لو كان هذا بهذا لو كان بهذا القصر ما نجيبوش به درام نديروا به غير على فلان ونديروا فيه برغون كونت على لوبيب باش ان شاء الله يديروا لنا غير على فلان وصحاب الشتاء والبندير، هذا ما راهوش اقتصاد. طيب عبد السمار لو سمحت تبقى معنا، ينضم الينا الان في النقاش عبر الهاتف من الجزائر الاستاذ فرحان تيتعلي الخبير الاقتصادي. فرحان تيتعلي، هل هناك منطق اقتصادي في هذا القصر المؤتمرات الذي يكلف 500 مليون دولار؟ يعني فيما الجزائر تقول انها في تقشف يتم تجميد المستشفيات، بلغه الارقام 500 مليون دولار يمكن ان تعادل 10 مستشفيات، قيمه الكل واحد 50 مليون دولار ب 200 سرير على الاقل. مساء الخير الاخ جمال. مساء النور. في البدايه يعني هذا المشروع في حد ذاته لم يبعث يعني في زمن التقشف، بعث في زمن يعني الأبهة السياسية والمالية في 2005، والنظام كان محتاج هذاك الوقت لبعض الإنجازات الغير يعني ناجحة اقتصاديا، ولكن إنجازات سياسية يعني تعطي له بعض الهالة بين الأمم، ولكن الحق الى حد في 2014 انه ما بقاتش منه حاجه كبيره، يعني بقات واحد 10 ولا 20% للاستكمال، ومهما كان يعني حد يعني الازمه ومهما كانت سياسات التقشف، الواحد ما يقدرش يعني في الحقيقه يلغي مشروع لحق 80% من الانجاز. هذا يعني الشيء غير معقول، هو المشروع بحد ذاته اللي ما عندوش معنى اصلا واساسا من اليوم الاول. أن تكون الجزائر عندها يعني قصر للمؤتمرات وعندها واحد في وهران كما قال الأخ سمار، وتاع وهران كان كافي يعني باش يلم كل المؤتمرات اللي تدور في الجزائر ربما في السنوات القادمة، والواحد ما يشوفش يعني واش من منطق أنك تلايم 6000 شخص. اولا هذه التجمعات شموليه نقدروا نسموها، هذه بالعهد السوفيتي ما كان حتى دوله في العالم على في كما نقولوا حنايا دي ريزيدونس اوفيسيال ولا في مناطق رسميه تلايم 6000 انسان خارج يعني اطار التجمعات السياسيه والشعبيه يعني على شكل النازيه ولا الشيوعيه في العهد السوفيتي. 500 مليون دولار هذه ما عندهاش يعني من المفروض ما تروحش نوع هذا من المشاريع، ولكن النظام في حد ذاته منهار، يعني جات الطفره النفطيه اغلب المشاريع نتاعو اولا ما عندهاش بعد اقتصادي، ما عندهاش بعد منفعه عامه. اللهم اذا نتكلموا على طريق السيار اللي هو في الحقيقه كنا قادرين ننجزوه بثلاث مرات يعني اقل من السعر اللي دفعناه للصينيين. اما نتكلموا على المستشفيات بهذا المشروع او بدون هذا المشروع، اذا كانت النيه عند النظام في بعث مستشفيات
لو كان واحد يعني يفكر بطريقه منطقيه في 2002 2003 مع بدايه الطفره النفطيه، اي يعني حكومه عاقله، اي نظام عاقل يبدا يغير في النمط الحياتي نتاع المجتمع نتاعو. واللي حب يغير نمط الحياه نتاع المجتمع يبدا بالمستشفيات، الجامعات، المعاهد الدراسيه، البحث العلمي، يبدا بهذا الشيء اولا وقبل كل شيء، ما يبداش بقصور مؤتمرات. طب استاذ فرحات تعالي، قلت بانه المشروع قديم 2005، ربما يسلم جدا لنا انه اوكي المشروع كان مبرمجا، ولكن هل من المنطقي ان ترتفع قيمته الى 500 مليون دولار في النهايه، وهذه هذه اللوكس وهذه الابهه التي يتم التفاخر بها وغيرها؟ اولا يعني 500 مليون دولار، انا كي درت القيس نتاعو تاع المساحه، مش المساحه المعلنه رسميا، المساحه اللي قدرت يعني نستنتجها من جوجل ايرث، يعني كاين واحد 105,000 متر مربع مغطاه. القيمه نتاعو هذه راهي تدور بين 5,000 الى 7,500 دولار المتر المربع المنجز، يعني يقول لك بالسعر الحالي 80 مليون جزائريه. وش هي المادة المستعملة؟ ما عطاولناش يعني لو دوفي ريال تاع المخطط هذا تاعهم اصلا. وإذا تكلمنا على يعني مشروع أصلي وصفقة أصلية في 2005 ب 500 مليون دولار، هذا يعني يعتبر إجرام مالي، لأنه في 2005 قيمة البنايات كانت أقل بكثير يعني من الأعوام الأخرين هذو. اللهم إذا كان يعني المراجعات، لأنه احنا عندنا واحد المهنة الخاصة بنا في الجزائر، نفس المشروع يقلع ب 200 مليون يخلص ب 500. المراجعات تصرف في الطريق، يعني كل مرة كاين طرف يراجع الفاتورة إلى أعلى، أمرهم لا يراجعوها إلى أقل، ولو انخفضت الأسعار. 500 مليون دولار شيء مبالغ فيه، لأنه أنا شفت بالي دي كونغري دو نيس ماهوش كبير كيما هذا، يعني مثلا نقدروا نقولوا نصف تاع البالي دي كونغري هذا نتاع ألجي، ولكن يعني المعمار نتاعو والتقنيات المستعمله فيه يعني اروع واتقن بكثير من هذا اللي درناه احنا بلا شاربونت ميتاليك. استقام لهم 55 مليون اورو، يعني تقريبا 60 مليون دولار. 60 مليون دولار يعني نصف المشروع في مدينة نيس، والعمالة الفرنسية غالية، يعني هي لو مانيفر الفرنسية ويخلص 2000 يورو، ماهوش كي العمالة الصينية والعمالة الجزائرية. يعني الشيء الغريب أنه من المفروض حنايا العمالة نتاعنا اللي هي في كل مشروع في كل دول العالم، العمالة يعني تمثل 30% من المشروع. يقول لك راجل دو تيار، يعني العمالة 30%، المواد 30%، والأرباح والضرائب والرسوم وكل 30، يعني الثلث. العمالة نتاعنا واش، ولا العمالة الصينية شحال تخلص؟ باش تخرج يعني الضعف نتاع مشروع فرنسي يخرج بعشر مرات المشروع الفرنسي. طيب هذا الشيء اللي ما يلزم الواحد يشوف فيه. ابقى معنا فرحات التعليل لو سمحت. ينضم الينا في النقاش علي بن واري وزير الخزانه الاسبق من سويسرا. استاذ علي بن واري، ما رايك؟ ما تعليق؟ وانت علقت على صفحتك في الفيسبوك مندهشا من هذه ال 500 مليون. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. أنا في اعتقادي هذه صورة مثالية للرداء التي تسود في البلاد على أعلى مستوى على كل المستويات، يعني على أصحاب القرار. في سبيل المثال، يعني إذا حبينا نقيم هذا المشاريع هذه، المشروع هذا هو المشروع المسجد الكبير، يعني هذو بالنسبة لي مثالين يعبروا على هذا الرداء، هذا التبذير. مثلا إذا في تقدير، مثلا لازم نقدر أهمية هذا التبذير، هذا المشاريع. مثلا إذا حبينا نقدرها يجب أن نعرف ما يمكن أن نحقق بتلك الأموال، بتلك المبالغ التي كلف قصر صندوق المؤتمرات، ومثلا وكذلك المسجد الكبير. فنعطيكم أمثلة بسيطة يعني حتى يكون يعني تكون يعني تكون الأرقام يعني عندها معنى. مثلا هذا 500 مليون دولار اللي كلفنا هذا القصر، المبلغ هذا يعادل ما يكلفنا
ما تكلفنا محطة توليد الكهرباء بالغاز مثلا بحجم 600 ميجاوات، وتكون أكبر محطة للطاقة الشمس، أكبر محطة في الجزائر هي 600 ميجاوات على كل حال. كذلك كان يمكن ننجز محطة للطاقة الشمسية ب 600 ميجاوات. بنفس المبلغ كنا نقدر نبني مستشفى بحجم مستشفى مصطفى باشا. هذا الحجم، هذا المبلغ أغلى من ما كان يكلفنا إنجاز مستشفى فالدغراس. كنا بنفس المبلغ نقدر نبني مصافة للنفط، رافينريد بترول، ومصنع للأسمنت بحجم 5 ملايين طن، واللي كي يكون أكبر معمل في الجزائر. هذا من جانب القصر. هذا اللي الموضوع اللي ربما الناس ما تحكيش عليه كثير ويكلفنا أكثر أموال، هو هذا المسجد الكبير، هذا اللي هو بناه سي بوتفليقة لبناه ليه، يعني كأنه فرعون لما كان يبني البيراميد. هذا بناء مسجد مليونين او ثلث ملايير دولار. بهذا المبلغ كنا نقدر نشري شركه صنع طيارات فولفو، يعني كان اللي اشترتها شركه صينيه جيلي ب 2.5 مليون دولار، بها وبمركز البحث والتطوير تاعها بجميع النباتات تاعها، ومعمل اللي يوظف الاف من العمال. كنا كذلك بنفس المبلغ قادرين نبني مصنع للصلب ثلاث مرات أكبر من الحجار. يعني هذا الأمثلة لازم الشعب يعرفها، يعني الشعب، هذا التقدير، هذا التقييم، هذا لازم الشعب يعرفه، باش يعرف الشعب وش هو مليار دولار وش هو مليارين دولار إلى آخره. يعني أصبحنا اليوم نبذر ملايير من الدولارات بدون ما الناس تعرف قيمة هذا. فيما بلغة الأرقام، يعني فيما يخص شركة أو محطة توليد الكهرباء صنع الغاز، ستلجأ إلى إفريقيا، إلى البنك الإفريقي للتنمية لكي تستلف مليار دولار للإنفاق على مشاريعها. نفس الجزائر التي ألغت تقريبا مليار دولار على 14 دولة إفريقية. الجزائر نفسها فيما يخص بلغة الأرقام، فيما يخص تقرير النفط، تستورد البترول، تستورد الليسونس والغازوال من الخارج، لأنها لا تستطيع، ليس لها دي رافينري للقيام بذلك. هذه هي على هذه اللي ذكرت لك، الرافينري البترول، يعني المبلغ تكلفة محطة يعني رافينري البترول مثلا، يعني بحجم مثلا مليونين او 3 ملايين طن، لا ما يفوتش 500 مليون دولار. طيب خليك معنا علي بنواري لو سمحت. عبد السمار عود اليك، ولكن حتى هذا المشروع مثل ما اشرت في تحقيق قبل الاعلان عنه، انه عن هذا العام الماضي، انه تدور حوله شبهات فساد كذلك مثل كل المشاريع. نعم خويا جمال، يعني نقدروا نشكوا فيه المشروع هذا، لانه ما كانش هناك شفافيه، ما كانش هناك قرار يعني برلماني، ما كانش يعني ما داروش يعني كونفيرونس دو بريس يعني باش يفهموا الجزائريين كيفاش المشروع هذا تم تمويله، نخدم عليه، واش من دي بدينا بيه القصر هذا. شكون 5 مليون وحنا نقولوا احنا نقولوا يعني فينونسيي سير فاكتوراسيون، يعني كيلو رخام الدجاج يفاكتوريه 200 دولار ولا 300 دولار، والباقي ولا ديفيون والفرق يروح للخارج في لي بارادي فيسكو اللي كيما هونغ كونغ ولا كيما موناكو. وحنا اكتشفنا بعض من الناس من الوزراء الجزائريين وكبار المسؤولين الجزائريين عندهم حتى دي كونت بونكار دوكا في البنما، يعني وشكون يسمع بها البنما؟ يعني الزوار الجزائري ما يسمعش بها كاع البنما هذه، هما يخبوا في دراهم اكسترا. دونك الشك راه هنا، اون نو بو كو دوتي. بصح دونك خاصها تبنى اخويا جمال، راه تبنى وما نقدروش نهدموه. يعني
يعني الخساره راهي تعرف اليوم ندوا غاتخابي الخساره هذه باش هذو 500 مليون دولار بلوتو ما يروحوش يعني في جحيم. علينا اليوم نديروا يعني دي بريسيو على السلطه في الجزائر باش تكون عندها اون في دو روت يعني باش تكون عندها وثيقه اقتصاديه واستراتيجي باش نعاودوا ريكيبيريو الدرام هذو ونجيبوا شويه نمو اقتصادي. واش لازم نديروا؟ لازم ولكن بحسب البارح في التلفزيون الجزائري انه فيه مكتب للرئيس بوتفليقه معناه اقامه يعني لا يبدو انه سيكون هناك بعد تجاري فيه يعني مع الحديث طبعا وسائل الاعلام الاخرى تتحدث انه سيكون مفتوح للجميع. ثم اذا كان هناك مثل ما اشرت في موضوع المؤتمر للاوبب لما لا استعمال القصر الوهران الذي بني اساسا لمؤتمر الغاز؟ هناك جمال لابسونس دي لوجيك ايكونوميك يعني ما عندناش منطق اقتصادي عند صناع القرار في الجزائر. اللي داروا في وهران قصر المعارض اللي داروا في وهران يسقى منا كيف يعني براتيكمون ميم سوم يعني واحد 500 مليون دولار كيف وسوناطراك وحكيت لك لحقت مع شركه اقتصاد اسبانيه حتى يعني حتى المشرع حتى التريبيونال حتى دار الشرع. دونك المشكل كي تروح تشوف وهران تبكي انا راح نشوف قصر المعارض في وهران تشوف هذاك الذهب شوف هذاك الرخام شوف هذاك الزلاج بصح ابوندوني واش راهم يديروا فيه؟ راهم يديروا يعني ادوات المدرسه صالون الانفورماتيك يعني دي بوتي صالون اللي ما عندهم حتى معنى واللي ما عندهم حتى فائده اقتصاديه يعني تبهديله. انا شخصيا شفت لما يحكوا لي حتى الدبلوماسيين الاوروبيين راحوا شافوا قصر المعارض هذا وهران يعني خلعوا يعني كانهم راهم في اماره من امارات دول الخليج. احنا ما استنتجناش من الغلطه اللي درناها في وهران وهذاك الوقت في وهران قال لك بلي شكيب خليل هو اللي دارها وكذا ودا كذا ما استنتجناش ما ديناش الخلاصه وما تعلمناش لا لوسون في وهران. رحنا عملنا يعني ميرور في الجي دوك اليوم على حسب المعلومات الخليج على ذكر امارات الخليج مثل دبي مثلا بالعكس قصور المؤتمرات تنظم فيها المؤتمرات العالميه بدفع الاموال طبعا يعني المنظمات العالميه تدفع اموال. تفضل صح هذا هاوليك الملاحظه المليحه في دبي ولا في الكويت ولا في قطر هناك اقتصاد اللي عنده منطق عندك اقتصاد يعني عقلاني عندك صناع قرار يعرفوا واش معناتها لا فينونس يعرفوا واش معناتها والبلدان هذيك سي دي بي كي اتير يعني متفتحه العالم. احنا اليوم انا نشوف اندونيسيا نحات لي فيزا جزائريين والجزائر ما حبش تنحي الفيزا الاندونيسيين وراه في نوفمبر يعني انفيغاسيون رجال اعمال باش يلحقوا الجزائر رجال اعمال ويستثمروا لازم لهم مشاكل وعراقيل يعني بيروقراطيه كبيره بزاف. لو سمحت تبقى معنا ينضم الينا في النقاش عمار خبابه المحامي والناشط السياسي. عمار خبابه ما رايك؟ قصر للمؤتمرات ب 500 مليون دولار. شكرا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله احييك واحيي ضيوفك الكرام. طبعا هذا يعني هذه لما كنا في بحبوحه ارتفاع اسعار النفط فبدات المشاريع يعني هنا وهناك ولكن بدون مراعاه يعني مثل ما ذكر ضيوفك الكرام الفعاليه الاقتصاديه. اليوم مثلا اليوم لما انخفض سعر البترول نحن الان الحكومه تتحدث عن ربما الاقتصاد انها تنويع الاقتصاد فيما يخص الفلاحه وفيما يخص السياحة أين هي؟ ما وجدولهاش. نهار اللي كنا في البحبوحة هذه كانت يعني الموارد المالية مرتفعة ما وجدناش لهذا الاقتصاد يعني الفلاحة والسياحة ووجدنا وكنا نصرف الأموال هنا وهناك. أشوف مثلا في السياحة مثلا كمثال الجزائريين كلهم يعني كل سنة رايحين لتونس يعني بلغ ربما عدد السواح الى مليون سائح جزائري. فهذا هو الشيء اللي نلاحظوه ان هناك وكان الشعب في واد وحكامه في واد اخر والمشاريع يصرف عليها دون حسيب ودون رقيب وان السلطه التنفيذيه هي التي بيدها القرار وليس هناك لا رقابه ولا شفافيه. وحتى الان لما ربما ترتفع بعض الاصوات للانتقاد يجيونا المتعاملين السياسيين ويردوا علينا بانهم تحركهم ايادي اجنبيه وناس ما يحبوش الجزائر وما يحبوش كذا. قصر الامم احنا عندنا موجود عندنا نادي صنوبر ما شاء الله يعني فكان بالامكان ربما ادخال عليه بعض
التحسينات والإبقاء عليه، لأن مثل هذه المشاريع لا تستغل طوال السنة مع الأسف. كغيرها هناك منتجعات لمؤسسات معينة تستغل فقط في الصيف وتغلق أبوابها طوال السنة، وهذه المنتجعات وجدت في عهد الحزب الواحد وفي عهد الاقتصاد الموجه، وما زالت لحد الآن مع استثناء البعض، بعض طيب. الاستثناءات في بعض المنتجعات الآن اللي ربما أنها تحت ربما عبقرية وربما ذكاء بعض نقاداتها تستعمل في استفافة مثلا النشاطات الحزبية والنشاطات الجمعية، ولكنها تعد على الأصابع. طيب ابقى معنا أستاذ عمار لو سمحت، ابقى معنا لو سمحت، فرحت إيطاليا أعود إليك. يعني بأي منطق، يعني فعلا أي منطق اقتصادي يعني تتحرك به السلطات، تتحرك به السلطة في الجزائر وفي موضوع المسجد الرقم أكبر، حديث عن 3 مليارات دولار، يعني ولا من يبني المسجد شركة صينية موضوعة تحت القائمة السوداء للبنك الدولي لأنها متهمة بالفساد بتلقي الرشاوى. بيعطيك الأمر يعني ما فيش منطق اقتصادي في عدة مشاريع إذا ما كناش في جميع المشاريع المبرمجة يعني في الجزائر من 2002 ورواح لهنايا، ما شفناش يعني مشروع اقتصادي منتج أقيم حتى لرافينري يعني مكررات البترول اللي من عهد بومدين يعني ما تغيرتش، وكاين اللي تدمرت كيما سكي كدا صراو فيها 5 حرائق يعني نتيجة ضعف الصيانة وانعدام الصيانة. منطق النظام ما كانش منطق اقتصادي، منطق ريعي. الجماعة جات ركات البترول زاد في السعر نتاعو، ركات ريع الاولى هو بداوا يعني بشراء الذمم وشراء بعض الزبانيه السياسيه، ومن بعد صارت عركه بيناتهم يعني داخل المنظومه الحاكمه، حتى هذوك الاسكندال حتى الفضائح اللي سمعنا بها 2009 و2010 ماهيش فضائح على اساس يعني جماعه لقات اختلاسات وحبت يعني العداله تاخذ المجرى نتاعها، كانت حرب عصابات يعني وحرب عصب على اساس انك اديت اكثر مني ولا سبقت لي وسبقت لك، هاي الكارثه في البلاد. وحتى الطرقات اللي كنت نتكلموا دوك على 500 مليون دولار كاين حاجه على باليش عالمين بها انه هذاك الطريق السيار من بودوا والزيرالدا يعني اللي هو في حد ذاته ما فيهش 43 كيلومتر استقام 500 مليون 600 مليون دولار، يعني باستقامه تقريبا يعني قريب 20 مليون دولار كيلومتر، هو مخدوم على ارضيه يعني سهله المنال لاي مقاوله وطنيه، مخدوم يعني 20 كيلومتر رايحين في حصيده كيما نقولوا احنا هنا في الجزائر، والتيراي لي باتريز اكسيدونتي داروا فيه كوارث. نتكلموا على المسجد الاعظم، من الناس تتكلم على مليار ونص هذه الصفقه الاساسيه يعني طواليه، ولكن حكايه المليار هذه غير مستبعده، لانه الجماعه تشوف يعني في الصفقات مهما زادت الصفقات الجماعه تشوف يعني العموله نتاعها، والجماعه تشوف المنافع نتاعها الفئيه والشخصيه، ولكن فيما يخص بناء يعني اقتصاد متوازن في البلاد ما كانش. طيب من ذكر هذا الرقم 3 مليارات فرحات إيطالية هي صحيفة ديفيلت الألمانية التي اندهشت في تقرير لها، حذرت حتى من خطورة الوضع في الجزائر، من أن الجزائر التي يتدفق على ألمانيا الجزائريون منها والتي تواجه مشاكل اقتصادية مع تراجع أسعار النفط تستنجد بمهندسين ألمان لبناء مسجد تتفاخر به. على كل حال صحيفة بيلد يعني ذات مصداقية، وما راح ما جابتش هذا الرقم من العدم، وزيد من فوق يعني المكتب الأول اللي كان مشرف على الدراسات والمتابعة تاع المشروع هو في الحقيقة مكتب ألماني، ورفض التعامل بالمنطق يعني تاع المراجعات اللي بغات تفرضوا الشركة الصينية والمتعاملين الجزائريين. المهم وباش نعلم سي بنواري برك باللي فيما يخص كما قال مقبل 600 ميجا وات 600 ميجا وات هي 500 مليون دولار، هذيك حقيقة هذا هو السعر العالمي المتعامل به، ولكن في الجزائر 1200 ميجا وات قامت لنا 2.8 مليار دولار، و1.2 ميجا وات في منطقة خلاف قامت لنا تقريبا 2.5 مليار دولار، يعني 3 مرات السعر المتعامل به عالميا بالميجاوات انستاليه يعني الميجاوات المنجز.
يعني ما احنا فيما يخص المبالغات في المشاريع ما بقيناش بالمبالغات يعني تاع السبعينات والثمانينات اللي 10% هذيك اللي كانوا متفقين عليها العصب. اليوم عاد هو في الحقيقه المبالغه اكثر من المشاريع. طيب. ولات يعني المبالغات تغلب المشاريع بمرتين ولا ثلاث مرات. طيب ما رايك استاذ علي بنواري وبلغه الارقام، وانت كنت حتى في الحكومه الجزائريه في مرحله ما وزيرا للخزانه، انه لم تكن هناك حتى اموال. الان يبدو انه الجزائر مقبله على سيناريو مماثل لم انت حذرت ربما اخطر مع تراجع اسعار النفط. نعم هو صحيح الخزينه كانت فارغه يعني هذا شيء معروف مثبت. كانت حتى الاحتياطات الصرف سلبيه يعني كان حتى ما عندناش باش نعاودوا نشريوا الذهب اللي رهنا رهنته الحكومه السابقه. يعني نعم رهنا الذهب اللي كان عندنا احتياطات تاعنا بالذهب كانت مرهونه، والمبالغ اللي كسبناها بفضل هذا الرهن هذا صرفناها، ولما جات حكومتنا لقينا الخزينه فارغه وما عندناش حتى باش نسترجع الذهب اللي رهنا. فمنا بدينا اللجوء الى الاسواق الماليه، وتتصور كان 100 مليون دولار يعني مبالغ بسيطه ما كناش قادرين نحصلوا عليها، وكنا اصبحنا نطلبوا كل جهاز الدبلوماسي والسياسي مما فيها الاحزاب مما فيها يعني كلهم جندين باش يعاونوا الحكومه باش تحصل على 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 اقتراض مبالغ بسيطه 100 مليون 200 مليون. وما نحكيكش على الاهانات اللي واجهناها من قبل عده رؤساء دول، منها الشيخ زايد، منها الكدافي، منها فرنسا، منها فرنسا مثلا مرتين في جويليا جويليه 1989 وفي جويليه 1981 وانا حاضر، كان في الاجتماع الاول كنت مستشار والاجتماع الثاني كنت وزير، وكان الوزير الفرنسي اللي استقبلناه هو بيير بيريغوفوا. نتذكر كيما اليوم سيدي احمد غزالي كان وزير الماليه وبعدين اصبح رئيس حكومه، طلب مليار ونص فرنك فرنساوي، مليار ونص، يحاول في فرنسا باش تسلف لنا مليار ونص. تتصور في جمال الدين كيف كان جواب سي بيريغوفوا في 89 وفي 91، قلنا vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. اذا كان تحبوا لارجون فري يعني مش قروض اللي تسمح لكم تشريوا علينا شويه اكثر سيارات رونو ولا اكثر قمح، اذا كان تحبوا لارجون فري كاش روح ما عليكم الا اللجوء الى الافامي صندوق النقد الدولي. vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. وما حصلناش على فرنك واحد ما عطاوه لناش. احكي لنا قصه القذافي. القذافي وانت قلت القذافي انه وحتى الاهانه التي طبعا القذافي الذي يتباكى كثير من الجزائريين عليه. نعم وانا حاضر، وانا حاضر شاهد. انا اللي كلفني رئيس الحكومه نمشي لطرابلس، قال لي خذ طياره خاصه تاع رئاسه من بوفريك، لانه القذافي عيط لشادلي وقال له بعث لي وزير الخزانه كما يقولوا هما عندهم، قال حضرت لكم مليار ونص دولار روحوا تديهم. راح ديت انا طياره، ديت معايا بعض المستشارين، ولما وصلنا استقبلنا وزير الماليه ومحافظ البنك المركزي، قال لي انا سمعناش كيفاش ما عندناش، كاد ما تقولوا انتم وعدتونا، انتم المبادره كانت من عندكم واليوم تقولوا ما عندناش، واحنا جينا يعني يعني تعبنا وجينا قاصدينكم. قال لا 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 ما ما لا ما تروحوا والله ما تروحوا، خليوا الطياره، خليوا الطياره طيارتكم تروح وغدوا نديروا لها التاويل. يوم من بعد زادوا قالوا احنا شفنا القائد الاعلى راهي ما كانش منها ما عندناش، واحنا كنا عارفين كان في الوقت هذاك عندهم 14 مليار دولار. انا تفاجأت يعني فهمت انه كانت اهانه، يعني كان غير باش يبهدلنا برك. يعني القذافي يعني يتمسخر، قال لكم اروحوا جيبوا تاخذوا فلوس وبعدين قال ما فيش فلوس. يتمسخر اتصل بالشادلي شخصيا.
نعم تمسخيره يعني انا باش يوري للجزائر باللي ها واش تسواو ما تسواوش حتى انا نشفى يعني هذا النكته يعني طبعا ليست مفارقه ماذا عن قصه الشيخ زايد قلت كذلك الشيخ زايد الذي حمروش يروي انه لما كان مع ابو مدين حمروش نعم. يروي انه الشيخ زايد كان في خيمه في الامارات نعم. وكان كان يطلب نصائح من ابو مدين كيف استطاع ان يحقق كل تلك الانجازات في الجزائر. الشيخ زايد اعطى لي 100 مليون دولار على الاقل، والمبادره كانت جايه من عنده يعني هو اللي عرض علينا باش يعاوننا، يعني احنا ما طلبنا والو من عنده، لكن لما جيت خارج قال لي هذا على وجه رئيس شادلي. يعني مش على البلاد والله، يعني هذه محبه لرئيس شادلي بن جديد سلم عليه وهذه على وجهه. وزيد كنا نحكي لك تبكي. يعني هل تخشى انه بعيد الشر الجزائر تجد نفسها في هكذا وضع؟ 100 مليون دولار اليوم اللي رانا نرميه في ملايير من الدولارات نبذلوا فيها، انا خايف اخشى الوقت اللي يجي وين نعود ونطلبوا كما كنا نطلبوا 100 مليون 200 مليون دولار، وعندك خبر باللي كل هذه الاموال هذه القروض اللي تمنح للجزائر عندها مقابل، يعني عندها اون كونتر بارتي بوليتيك. طيب يعني السياده الوطنيه تاعنا ما بقاتش عندنا سياده انذاك، وهذا اللي خايف منه. اليوم راهم يبذلوا في الملايير من الدولارات كانها كوكو. يعني خول اسوء فيما يخص هذا التحقيقات هذه اللي كنا نحكي عليها انها كلها التحقيق نتاعها الانجاز نتاعها من قبل شركات اجنبيه وكل الاجهزه مستورده. يعني حتى على الاقل لو كان تحرك شويه الاقتصاد الجزائري قال، او توظف مثلا مهندسين جزائريين قال، لكن كلها يعني ما عندها حتى فايده، ما عندها حتى منفعه للجزائر. وزيد لها بعد ما نديروا احتفال ولا احتفالين فيها تبقى مسكره، ولما تبقى مسكره واش راح يصير لها؟ راح تفسد. يعني لازم لها إعادة تأهيل، لازم لها إعادة يعني كل عام عامين تكلفة لونتروتيان تاعها، رايحين نحيوها غدوة من كروشنا باش نعاودوا السجاج ونعاودوا الزليج ونعاودوا اللوستر ونعاودوا البيبان ونعاودوا التواقي اللي كلها مستوردة. لأن ما تقدرش ما إنجازات مثل هذه قال والله نجيبوا باب نبدلوا البيبان اللي تكسرت بيبان من الجزائر، لازم كلها مثل السيارات اللي نستورد البياس دي تاشي تاعها قطع الغيار منين لازم تستوردها. يعني شنقنا رواحنا، يعني درنا فخها لرواحنا اللي غدوه هذه الانجازات في عوض ما تمكننا من الحصول على العمله الصعبه، يعني نصدر منها ونعيش منها، بالعكس رايحه تزيد تكلفنا خسائر اخرى. شكرا جزيلا يعني لك علي بن واري وزير الخزانة الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف من سويسرا. عبد السمار في الأخير، ما رأيك؟ كنت تقول يحدث ما يحدث، هذه الأموال التي تغدق ولكن لا يتم فتح التحقيق، ما يفتح التحقيق حوله قضايا يرى البعض أنها للإلهاء، مثل ما كنت تقول أنه بعض وسائل الإعلام التابعة للسلطة تولي بالغبرية تفتح تحقيق حول فيديو وتجد تضامنا ودعما من نفس الذين ينتقدون هذه السلطة التي تبدل الأموال، نفس السلطة بوتفليقة هو الذي عين بالغبريط. وأخي جمال، هو المشكل الكبير لازم الجزائريين يلتهاو بالشأن الاقتصادي تاع بلادهم. حنا نشوفوا باللي حتى يعني لا سين بوليتيك، حتى السياسيين، حتى المعارضة ما تدخلش روحها في الشأن الاقتصادي. اوركو الشأن الاقتصادي عنده أهمية يعني أهمية اون امبورطونس فيتال بور لافنير دو بي. اليوم الرأي العام الجزائري، لا سوسيتي سيفيل، المجتمع المدني أو المعارضة، حتى البرلمانيين، حتى يعني النخبة السياسية ما تفهمش الشأن الاقتصادي. اليوم في الجزائر سي تخي ديفيسيل، حاجة فريمون ديفيسيل، صيب واحد يقدر يفهمك يعني لي نيونس دو ليكونومي ويفهم الشأن الاقتصادي ويفهم يعني لي بريوريتي اكسيتيرا. علينا اليوم نربوا الرأي العام نفهموه شنو هو لا بريوريتي تاع ليكونومي باش نديروا ضغوطات على السلطة، لأن الحال الآن في الاقتصاد أون ايكونومي السلطة الجزائرية ما عندها حتى واحد يمارس عليها ضغوطات. أخي جمال، دير المشاريع اللي تحبها. موقع
يقوم احيانا بهذه وتفهم في القضايا الاقتصاديه وتقوم بتحقيقات. وانت من كشفت انه هذا يكشف 500 مليون دولار، ولكن في نفس الموقع عبد الصمار هنا كذلك حيز كبير لبلغبريط ودفاع مستميت عن بلغبريط التي عينتها نفس السلطه التي تنفق 500 مليون دولار. ما رايك؟ يعني خويا تمام، ما نقدروش نقارنوا بين مشكله بلغبريط مع المشكل الاقتصادي. بلغبريط هي وزيره عن جهات، كانت 19 سنه وكان هناك ابو بكر بن بوزيد، وابو بكر بن بوزيد كان يتكلم عربيه فصحى كالمتنبي، ولكن في 19 سنه ما دار والو المدرسه الجزائريه، والمدرسه الجزائريه ولات يعني ابخس واغبى المدارس في العالم. هذه ما بلغبريط جات، حنا شفنا عندها جهودات، دارت بعض لي ريفورم لو بريسكولير، كتب جديده اكسيتيرا، ما تتكلمش العربيه كالمتنبي او الجاحظ، ولكن عندها بلاك لا فولونتي وعندها يعني اراده باش تحسن المدرسه الجزائريه. حنا انا كجزائري اخويا جمال نحب بلادي، انا ماذا بيا بلادي اليوم تتطور وتكون دوله فيها نمو فكري وتكون مدرسه جزائريه. فهم انا اخويا جمال اليوم كنت نتكلم مع اختي العزيزه ما لبلاش بار اكزومبل جامي ما قالوا لها، كنت نتكلم معها باللي الصين دوله متطوره، قالت لي احنا في المدرسه تاعنا ما قراوناش باللي الصين متطوره. هذه الايديولوجيا ولكن هذه نفس المدرسه التي تابعه لنفس النظام الذي عين نفس الوزيره بلغبريط. كيف يمكن ان يكون هذا النظام مليح مش مليح بلغبريط؟ يعني كيف يمكن النظام جيفه بلغبريط حلال؟ هذا ربما سؤال مليح خويا جمال، ولكن بلغبريط كراهي جزائريه كدوك المشكل وراه، هل نحن ما نخدموش، هل ننتقلوا، هل نحن نخلوا النظام يدير واش يحب ونخلوا السلطه دير واش تحب وما نسيوش نبدلوا، ولا واحد دي كادر يعني دي جون انتريسون كيما بلغبريط يقدروا يدخلوا السلطه، يدخلوا داخل السلطه ويقدروا يبدلوها دون انتيريور؟ يعني هاوليك الاشكال. هي تقول بانها تنفذ برنامج فخامه الرئيس بوتفليقه، وتم تعيينها البعض يقول بمنطلق عشائري من نفس الجهه، البعض يقول بانها هي التي تنتقد مثلا الأساتذة المتعاقدين لو دخلوا بالمعرفة، ابنها تم إدخاله للوزارة الخارجية بالمعرفة وبعته للأمم المتحدة نيويورك يصلي 15,000 دولار، بينما مازال الأساتذة المتعاقدون يدوا 2 ملايين مازالوا ما عطاهمش صالير تاعهم، فيما يتم النقاش حول فيديو مشاكل كثيرة، النقل المدرسي، الاكتضاد، الأدوات المدرسية الغالية، غياب التدفئة في الشمال والتهوية في الجنوب، أليست هذه المشاكل الحقيقية؟ هذه مشاكل حقيقية أخي جمال، ولكن المشاكل الحقيقية ما جاتش مع بلغبريط. بلغبريط هنا عندها أمين، يعني سيسخي بالك مارونات ولا نكزاجيري، ولكن نحملوا بلغبريط مسؤولية تاع مشكلة المدرسة. ولكن ألم تأتي كل هذه المشاكل من نفس النظام الذي عين بلغبريط وتطبق نفس نفس السياسة لنفس الرئيس ونفس النظام؟ عندك ناقب بصح الحل وراه خويا جمال. هل الحل انه نقعدوا ساكتين ونشمروا روحتينا ونشوفوا الدول الاخرى تخدموا وما نديروا؟ لكن هل اليس الحل في نظام شرعي يتم الانتخاب فيه ويعين الرؤساء والوزراء بطريقه شرعيه وليس بطريقه كلانيه، بطريقه الدشره والدوار؟ خويا جمال راني متفق معاك، وحنا في موقع الاخباري تاعنا وانا كصحفي انه راني ضحيه النظام هذا، ولا بالك بلي حبس وداروا لنا مشاكل وهدونا بالموت اكسيتيرا، ولكن انا كجزائري من الواجب الديالي كي نشوف حاجه منها نشوف وزير يخدم ما لازم نعاونو، قلت له كي يغلط نطيحوا عليه. حنا شفنا خويا جمال قضيه اخرى الاسبوع هذا، كاين شاب جزائري حتى الصحافه المعارضه زعما ما تكلمتش عليه تتكلمي على الكلانيزم. شفنا اليوم شاب الاسبوع هذا تكلمت مع شاب جزائري حاب يقتلوا واحد كونسي يعني كونسي قديم في لا بريزيدونس، وباسكو الكونسي هذاك عنده نسيب واحد ويحيى اللي ماهوش من الغرب ماهوش من تلمسان من قبائل ما هضرتش عليه الصحافه. وذلك تحقيق جيد فعلا وفيديو مؤكد. بالمناسبه ما تعليقك؟ سؤال سخسيش جريدة الوطن وجريدة ليبرتي، وعلاش ما تكلموش على الانسان هذا مسكين؟ يا ترى لان اللي حقروه ماشي مثل الانسان؟ ها هو السؤال مطروح دوك. لا هذه العقلية تاع الكلانيزم إلي بارتو. حنا اليوم واش علينا نديرو فواتر نوتر؟ كون كل حاجة ما تمشيش نقولوا ما تمشيش، كي كل حاجة تمشي علينا نكون عن فو بوسي ديناميك، كون هي ديناميك يفو لا بوسي، سينو إذا نغلقوا على روحتنا ونولوا كاع متشائمين نغلقوا البلاد هذه ونبيعوها ونروحوا. سؤال أخير بالمناسبة على ذيك المستشار، كيف تفسر تعيين تسمية هذه القاعة قاعة المؤتمرات بالمستشار الدبلوماسي السابق للرئيس بوتفليقة؟
والله يا اخي المشكل هذه راهي مشكل، فما ما راهيش كاع اولويه، والله يسميها يعني المستشار تاعو بنسيبو ولا بخوه، المشكل ما راهوش هنا كاع، المشكل راهو باللي يا خاوتي صرفوا دراهم كبار على القصر هذا وما عندوش فعاليه اقتصاديه، ونحن كجزائريين صحافه مجتمع مدني ومعارضه وسياسيين ان نديروا دي بريسيون على السلطه هذه باش تولد لنا باش تخدم لنا اون فوي دو روت باش هذا القصر يكون عنده فعاليه اقتصاديه ويجيبوا لنا يعني دي بوان نقطه. شكرا جزيلا لك مدير موقع الجيري فوكس وعلى سعة صدرك. ما رأيك عمار خبابة، يحدث ما يحدث فعلا، ولكن يبدو أن القضايا الرئيسية يعني هذه الأموال، أموال الجزائري في النهاية التي تنفق يتم يعني لا 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 يصل لا يتم تسليط الضوء عليها في مقابل إلهاء فرق تسد غبر التسد وغيرها. يعني مثال هو النظام منذ يعني منذ استقلال وهو من اللي بدينا نأمه في المقاهي ثم أدخلنا في المفتاح في اليد وخذ المفتاح يا فلاح وثورات، ثم أدخلنا في من أجل حياة أفضل هز بيع خرج البترول المستعرة وشي البنان والكيوي والتنازل عن القصور بالدينار الرمزي ولحقنا الأراضي بيعها بربع دور وجماعة فهمت سموه مافيا العقار يعني بزنس والعقارات وشحب، وجينا بعد الى صرف الاموال الطائله في مشاريع في الوطوروت هذا الان الشعب يسميه الوطوروت وغيرها من المشاريع، فلماذا؟ لانه رانا في دار خليموح اصرف وروح كل وروح لا حساب لا رقيب، كاش ما وزير حاسبناه كاش ما مسؤول كبير حاسبناه ما كاش، حتى الناس الذين اتهموا في يوم من الايام بعد مده قال فهمتني قال هذه مفبركه وشراء تاع كذا وتصفيد حسابات وقطع الطريق على الرئيس ودخله فهمتني والى وزير المتهم عن طريق القاعة الشرفيه وغيرها، الامور يعني داخله في بعضها متخلطه، والشعب الحقيقه شعب ماهوش منظم وماهوش في المستوى باش يراقب وباش سواء عن طريق ممثليه أو عن طريق المجتمع المدني، شفت مثلا القطار يدهس شخص نروح هنا نحرقوا القطار، عوض أننا ندير مثلا وقفة نطالب بتسليط الضوء على وتحقيق كيف وقعت هذه الماتات، يخربون بيوتهم بأيديهم مع الأسف، وهذا شباب يعني شباب المتعلم واللي يقرا وكذا. أستاذ عمار خبابة أزمة أخلاقية في العمق. نعم شكرا جزيلا لك استاذ عمار خباب المحامي والناشط السياسي. فرحات تعلي علي بن نواري كان يتحدث عن سيناريو يعني مخيف، ما رايك؟ ويذكر بتلك الفتره يعني المؤسفه ما ينقله عن ذلك الاستخفاف من القذافي الذي بالمناسبه الكثير من الجزائريين يتبكون عليه، وايضا هذه الصوره الذي هذا السيناريو الذي يحذر منه علي بن نواري، ما رأيه؟ باللغة الأرقام تقود الجزائر إلى ذلك؟ بالحقيقة كل السيناريوهات مفتوحة، يعني كل احتمالات مفتوحة بالإيجابية بالسلبية، هي بقات لنا يعني نافذة نتاع عام على أكثر تقدير باش ناخذوا منعرج واحد آخر، ومنعرج واحد آخر مشبه بال بناس اللي عندهم منطق يعني اقتصادي محض وعندهم منطق نجاعة اقتصادية وما يكذبوش في القابل. للأسف يبدو أننا فقدنا فرحات تيتعلي، على كل نشكره جزيل الشكر الخبير الاقتصادي الوقت أدركنا، على كل نشكره جزيل الشكر، كما نشكر كل الضيوف الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، ضيفنا الدائم الأستاذ عمار خبابة المحامي والناشط السياسي، علي بن واري وزير الخزانة الأسبق، عبدو سمار مدير موقع الجيري فوكس. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء.